مشاهدي الحياة الآن، أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة، ونبدأها معكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية ناجحة شملت قبرص وأسبانيا. الإسكان تطالب المحافظين بإغلاق محطات المياه الأهلية، والتموين تعلن استلام 750 ألف طن قمح من المزارعين. الشرطة التركية تقمع مئات المتظاهرين السلميين باسطنبول في ذكرى عيد العمال.